فيديو النهاردة طلب مني كتير جدا، هنتكلم عن احسن قصات وستايلات للشعر لسنة 2020. جاهزين؟ يلا بينا. I wake up, flex, I'm down now. Check, no drip this. Tell him run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first die. Stretch, tell him run it up. اهلا بيكم يا جماعه، معاكم انا سعد دكتور مكاوي، والقناه دي معموله مخصوص تتكلم عن مشاكل بتواجهنا، صف صحتنا، شكلنا، عادتنا كل يوم، وازاي نواجهها عشان نبقى باحسن صوره وننجح شغلنا وننجح في حياتنا. يلا اعمل سبسكرايب ودوس زر الجرس عشان ما يفوتكش جديد كل اسبوع. يلا بينا نتكلم في موضوع النهارده، استايلات الشعر. بعد ما عملنا فيديو احسن منتجات للشعر، ناس كتير طلبت مني ان انا اعمل فيديو ده واتكلم عن احسن تسريحات واستايلات للشعر لسنه 2020. فالنهارده هتكلم عن ايه الترند في تسريحات الشعر السنه دي، ايه الحلو وايه الوحش من وجهه نظري طبعا. ايه التسريحات اللي ما ينفعش نعملها في بلدنا الجميله مصر، ونعمل ايه ونتعامل ازاي لو اخترنا تسريحه وعايزين نعملها. طيب تعالوا نبتدي باول حاجه، ايه الترند السنه دي في تسريحات الشعر؟ الترند السنه دي مكمل للسنه اللي فاتت في حاجات كتير، بس مختلف شويه ان حوار الكوارنتين او الحجر المنزلي اللي حصل معانا ده شجعنا ان احنا نعمل حاجه من اتنين. اول حاجه وهي ان احنا نطوله بزياده عن اللي احنا متعودين عليه، بما اننا ما رحناش حلاقين بقالنا كتير. تاني حاجه ان احنا نخلي حد في البيت يقصه لنا، سواء بابا ماما اخواتنا، والموضوع طبعا كان مأساوي وكل حاجه اتخفت بزياده. فالحاجتين دول ادونا نتائج الناس ما عادتش تستغربها، بالذات اليومين دول. عشان كده الفتره دي من احسن الفترات في تنوع القصات بمختلف الاطوال اللي انت عايزها. عايز ستايل طويل دوس يا باشا، تحب تقصر دوس ما يهمكش برضه. الفتره دي الاستايلات كتير ومتنوعه ومفيش حاجه بعيد قوي عن الموضه. هتقولي طيب الاوبشن كده كتير بزياده متكاوي، نعمل ايه؟ انا النهارده هقول لك على احسن 5 ستايلات فيهم من وجهه نظري الشخصيه المتواضعه. دول اللي انا شايفهم حلوين ومش اوفر، شاكوا على وضعهم ومن غير استفزاز. تعالوا نعرف ايه هما ونتكلم في تفاصيلهم، يلا بينا. اول ستايل وده كلاسيكي، الباز كات. الستايل ده عمره ما خرج عن الموضه ودايما شياك. دايما بنصح الناس اللي حجم وشكل راسهم طبيعي مش غريب، ودانهم حجمها طبيعي مش كبيره طالعه لبره، انها تعمله. ستايل سهل ومش متعب ابدا، بتعمله وبتنساه، مش محتاج حتى تسرحه في اول ايامه، طول ما هو قصير باين شياكه. الستايل ده رجع بقوه السنه دي زي ما قلنا بسبب الكوارنتين والحجر المنزلي، كله استسهل ومسك المكنه ومسع على شعره بواحد او نص. زمان كنا بنحلق كده للجيش والتربيه العسكريه بس، دلوقتي بقت قصه ترندي جدا. اكاد اجزم لك ان في اي مكان هتروح اليومين دول هتلاقي نظرك جايب واحد او اتنين عاملين القصه دي. ده غير انها حلوه جدا للصيف وللحر وبتاع، دايما حاسس بطراوه وكده. لو انت عامل زي ناس كده مش انا طبعا، بتشيل هم الحمايه عشان بتكسل تسرح شعرك، هتنسى القصه دي خالص مع الباس كات، هتنسى التسريح والتظبيط بعد الحمايه. وبكرر تاني، اعمل التسريحه دي بس لو شكل وحجم راسك طبيعي، مفيش اي تشوهات غريبه، قرطك مش كبيره ودانك مش طالعه بره، ساعتها بس القصه دي تحفه. بمناسبه قرطك لو كبيره صحيح، نيجي هنا لتاني ستايل، الناتشرال كيرلز مع السكين فيد. وده بقى انا مبسوط جدا انه رجع تاني للترند. طول عمري بشوف الناس اللي شعرها كيرلي او ملفوف على نفسه كده بتدور ازاي تخليه ستريت او مفروض، سواء بتعمله فرد او كيراتين او دايما بتعمله استشوار. السنه دي حرفيا انا شخصيا اعرف ناس شعرها مفروض وستريت بطبيعته بتدور ازاي تخليه كيرلي، ازاي تخليه ملفوف على نفسه كده. الستايل ده حلاوته في سهوله تسريحه، بعد ما تخلص الشاور بتنشف بالفوطه، تسيبه مبلول حبه، تحط بديل الزيت ويا دوب تدعكه، هتفركه بايدك كده بحركه دائريه وتسيبه ينشف على وضعه. هتلاقي الفركه الدائريه اللي انت بتعملها لجوه دي لما بينشف بيبقى ملفوف ومريح على قدام. الستايل ده التركه الوحيده اللي فيه واللي دايما بتخليه باين شياكه ومقصود، ان جناب شعرك لازم تبقى شارب، معمول لها فيد او تدريجه على واحد او نص. ما بتسيبش الجناب ابدا تطول، دايما محافظ على التدريجه شارب. الستايل ده زي ما قلنا حلو جدا لو قرطك كبيره، عشان بيبقى الشعر مريح عليها ونازل ومغطي الدنيا شويه، وزي ما قلنا المحافظه عليه وتسريحه سهلين، مش محتاج مجهود كبير. الستايل ده حلو جدا للشباب الصغير، سواء لسه في الجامعه او لسه متخرج وبادئ حياته، شياكه ومودرن وسهل. لو شعرك كل طبيعته انصحك جدا انك تجرب الستايل ده، فاكس بقى شغل انك تدور ازاي تفرده، ده كان 2018. بس خلي بالك بلاش يبقى شعرك طويل بزياده لدرجه انه يبقى ملفوف ونازل على عينك، احنا عايزينه طويل اه، يا دوب يلف على نفسه وينزل بالكتير قوي على نص قرطك، كده بيبقى فل قوي، شياكه ومن غير افوره. نيجي بقى لتالت ستايل، وده شبه لسه متكلمين عنه، اسمه الميسي فرنج، وده غالبا زي الناتشرال كيرز احنا اتكلمنا عنه، بس بدل ما تدعك وتسرح بايدك هتجيب فرشه.
برضو بعد الشاور هتنشفه بالفوطة وتحط بديل زيت وتسرحه بالفرشة. هتسرح بالفرشة على قدام بجنب كده، هتسيبه ينشف على وضعه، هيشد نفسه ويلف سنه بس مش هيبقى ملفوف قوي. ده للناس اللي شعرها كيرلي بس لسه مش واثقه قوي في شكلها بيه، عايزه شعرها يلف بس على هادي مش بزياده. مميزاته برده انه سهل في العناية والتسريح، ما بياخدش مجهود وبيداري على قرطك لو كبيره، بس برده مش هيداري زي الستايل اللي قبله الناتشرال كيرلز بيداري اكتر. برده حاول تخلي الجناب دايما شارب عشان الستايل يبان شياكه ومقصود. نيجي بقى هنا الرابع واحد، وده اسمه الكرو كات، وده شبه بنسبة كبيرة الباس كات اللي اتكلمنا عنه، بس الفرق ان فوق بيبقى اطول من الجناب. برضو ده ستايل للناس اللي شعرها قصير جدا، بس بنعمل فرق طول فوق عن الجناب وندرج الجناب. الستايل ده للناس اللي بتحبش يبقى شعرها بلاطة من فوق بالذات، عايزاه مش قصير قوي بس برضو عايزاه سهل تعمله وتنساه. ستايل ماسكلين شديد وشياكة انصحك جدا انك تعمله، بالذات لو حجمه وشكل راسك طبيعي مفيش اي تشوهات او ودانك طالعة برة وهكذا. بس نصيحتي هنا بلاش تعمله هو والباسكت، بالذات لو لسه سنك صغير. حاول تستعمل وتجرب استغلالات تانية، بالذات وانت لسه عندك خلق وطولة بال شوية، عشان لما هتكبر وتقدم والدنيا تعلم عليك خلقك كده كده هيضيق، وهتلاقي نفسك بتستسهل وبتعملهم كده كده. ساعتها على طول هيبقى الباسكت والكرو كات هما الاساس، ما عندكش خلق بقى تسرح كل شوية وتظبط، عايز حاجة سهلة وسريعة. انا مش بقولك ان الكرو كات والباسكت مش شياكة دلوقتي، بس ما تستعجلش وقتهم جاي قدام كده كده. نيجي بقى الخامس واكتر ستايل عزيز على قلبي، الكلاسيك كويف، وده بقى ستايل شياكة من زمان وعمره ما خرج عن الموضة. حاجة كده شبه اللي انا عاملها دي، بيبقى شعرك طويل من فوق وراجع على ورا بجنب، الشعر بتبقى كثافته عالية فوق والجناب ما بتبقاش سكين فيد، بتبقى متدرجة على واحد او اتنين. الستايل ده للناس القديمة، الناس الرايقة اللي بتحب شعرها بس ما بتحبش تبين انها لسه صغيرة وفرحانة بيه، عارفة انها كده كده على وضعها ومش محتاجة تبين انها مهتمة بيه. الستايل كله إليجنس واناقة، مش موجودة اللي عند العناتيل بس، مشكلته بس ان شعرك لازم يبقى ستريت او مفروض، ما ينفعش يبقى كيرلي او مجعد، بيحتاج اهتمام بزياده شويه وتسريح دايم، بالذات لو شعرك طويل بزياده فوق. الكلام ده طبعا لو تستعمل بديل زيت وتسيبه ينشف على وضعه بيبقى كده، انما لو تستعمل كريم تسريح في هولد عالي شويه ساعتها هتسرحه الصبح بس وتسيبه، هتسرحه قبل ما تنزل الصبح والهولد اللي في الكريم هيفضل ماسكه طول اليوم. وخلي بالك انا قصدي هنا كريم نظيف مش جل، انا عمري ابدا ما انصح بالجل. هجرب الفتره الجايه كذا كريم بكواليتي عاليه شويه غير بديل الزيت واقول لكم اني احسن فيهم. الكلاسيك كويف محتاج طولة بال شويه، فلو خلقك ضيق ما تعملوش. لو برضو شعرك ما بيجيبش مع الكيراتين او الفرد ما تخلفش الطبيعه وخليك في الكيرلي. السنه دي بالذات عندنا اوبشنات كتير وكلهم شياكه، وكل اللي عليك بعد ما تلاقي اي تسريحه انك تجيب صوره ليها على الموبايل وتروح للحلاق وتقول له اعمل لي زي دي، حطها قدامه وهو هيتعامل ما تقلقش. وارجوك حاول تختار حلاق نظيف مش تحت السلم. ولو عجبك كذا ستايل من اللي احنا قلناهم النهارده ومش عارف لسه تختار على اساس ايه، ادخل شوف الفيديو ده واعرف التفاصيل كلها. في برضه ستايلات تانية ترند كتير زي بلوند ريدز والكيف مان، بس دول ما بيلقوش على الناس كلها. ولو بيلقوا عليك بس انت لسه مش واثق في نفسك كفايه، لسه انتروفيرت بتخاف من بصات وعيون الناس عليك، بتتوتر وبتقلق، ما بتبقاش مرتاح لما الناس تبص عليك بزياده، ساعتها بس ما تعملهمش عشان ملفتين بزياده، اعمل حاجه من الخمسه اللي احنا اتكلمنا عليهم شياكه ومش اوفر. ولما تغضب في نفسك تعلى اعمل اللي انت عايزه، مش مهم الناس، طول ما انت ما بتأذيش حد اعمل اللي انت عايزه، المهم تبقى مبسوط. بس لو انت لسه انتروفيرت وما بتبقاش مرتاح لما الناس تبص عليك، اعمل حاجات احنا اتكلمنا عليها بتبقى شياكه ومش ملفته قوي. طول ما انت واثق في شكلك وعارف انك على وضعك هتوصل لحته بعيده في الدنيا، وده اللي انا عايزه لك. وبكده نكون وصلنا لنهايه كلام النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. لو فيديو فاتك باي حاجه اعمل لايك سبسكرايب، اتفرج على باقي الفيديوهات في القناه، واعمل كومنت تقول لي فيه انهي قصه من دول عجبتك اكتر. وزي ما بنقول كل حلقه، حط نفسك قبل كل حاجه، انت الاهم، انت الاول، وقبل اي حاجه خليك على وضعك. اشوفكم حلقه جايه.